انتقل إلى مفهوم الإعجاز العلمي. كيف يمكن توظيف ما سبق في مجال الإعجاز العلمي؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. من ضمن ما ورد في كتب التفسير عن معنى قوله أنزله بعلمه أي أنزل فيه علمه. فما هو مفهوم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟ هو أخبار القرآن الكريم والسنة النبوية بحقيقة علمية مشهودة وفق الضوابط المذكورة في التفسير العلمي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يظهر صدقه فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى. وبذلك ومع ذلك يكون معينا على تفسير كلام الله. وعادة ما يصطلح على مثل هذا النوع من التفسير وهو الاستعانة بالحقائق العلمية المشهودة في تفسير كلام الله يطلق عليه التفسير العلمي. من خلال كل ما سبق يتأكد وبشكل أكثر عمقا أن القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة، ومن أكثر من وجه، ليس فقط من وجه البلاغة وإنما من وجوه كثيرة، وأحدها الإعجاز العلمي. ويتعمق هذا المعنى مما سبق، ويزداد معنى الآية الكريمة التي أمامكم أكثر وأكثر، وهي إذا قيل بأن الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقال أنها يعني ما أدري شو المصطلح، أنها الدليل القاطع على توحيد الأسماء والصفات، يعني لم تبقي شيئا، فالله نفى عن الشبيه ولكن أثبت له. فهذه الآية تقوم بنفس الوظيفة والغرض هنا. الآية هذه صريحة في مفهوم الإعجاز العلمي. يقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن كتاب الله الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فالله خلق كل شيء وشهد كل شيء. وسنريهم في المستقبل، حاليا وفي المستقبل، من آياتنا ما يؤكد لهم ذلك. ويقول الله تعالى في سورة صاد: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. نعود ونذكر مرة أخرى أن الآية وإن كانت نزلت في سياق محدد، إلا أن النص عام وللجميع، وبالتالي يمكن الأخذ من الآية المعنى المتوارد للذهن أمامكم الآن: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، أي أيها الناس ستعلمون نبأه بعد حين. بمعنى ربما من أحد المعاني أن القرآن سوف يحمل في داخله ما سيثبت به أنه الحق، وهذا كذلك يعني إثبات أو يعني تعضيد وتأكيد للآية الأولى. كذلك الآية الثالثة في سورة الأنعام: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. أنا أريد من الأخوان أن يركز، كتاب الله أنزل للناس كافة في أي زمان، والقرآن يخاطب كل الناس، فالآية هذه تخاطبك الآن أنت في الوقت هذا. وهذا مما يؤكد كذلك على أن القرآن آية من آيات الله، وليس فقط في البلاغة، وإنما هناك أوجه أخرى من الإعجاز، وأحدها الإعجاز العلمي كما سوف نوضح ووضحنا، وكذلك أكدتها الآيات التي ذكرناها قبل قليل. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فلا غرو إذا كان الله سيريهم آياته في الآفاق لأنه يعلم السر في السماوات والأرض. وبالتالي فالقرآن يحتوي على كنوز من المعرفة الإلهية في مختلف العلوم، ولا يزال كثير منها ينتظر من يجليه للناس، وبعضها الآخر لا تزال آفاق المعرفة البشرية قاصرة عنه. ربما الآن تتضح لنا بعض معاني الآيات أكثر مما سبق، لأننا عن طريق يعني حقائق علمية
ثابتة فتوضحت لنا بعض المعاني بشكل أوضح. ولأن علمنا محدود مهما بلغنا، فبالتالي كلما ازداد الإنسان علما ربما رجع، وهذا من أيضا أسرار البلاغة والإعجاز من علم الفقهاء. في كل زمان سوف يقرأ الآية هذه ربما فيما بعد ناس آخرون، وسيرى فيها أوجه أخرى لم تتضح لنا في الوقت الحاضر بناء على قصر أفهامنا ومعلوماتنا. إذا أردنا أن نقول ما هي أوجه الاستنباط، استنباط الإعجاز العلمي، فهو يعني وجهين. الوجه الأول أن يحتوي النص الكريم، نص الكتاب أو السنة، على حقائق علمية بشكل مباشر وصريح، كأطوار الجنين في بطن أمه وبدء خلق الكون وأصل نشأة الإنسان، هذه وردت في كتابه بشكل صريح، فهذه من أوجه الإعجاز العلمي في القرآن، وهذه واضحة الدلالة. الوجه الآخر وهو الذي ربما يكون خفي نوعا ما، هو احتواء النص الكريم على ألفاظ متناهية الدقة، بمعنى أن اللفظة في هذه الجملة دقيقة ولها وظيفة، ليست هكذا، لم توضع هكذا. فاحتواء النص على ألفاظ متناهية الدقة يمكن من خلال تدبر هذه الألفاظ أن تكشف، ومن خلال منهج البحث العلمي عن حقائق علمية لم تتضح حتى الآن للإنسان. فهناك وجهين كما ذكرنا، الوجه الأول هو الوجه الواضح، أن تحتوي الآية أو السنة على حقيقة علمية مباشرة، كما مثلنا أطوار الجنين، بدء خلق الكون، نشأة الإنسان. ولكن هناك آيات أخرى تحتوي على ألفاظ من يقرأها ويمر عليها مرور الكرام لا ينتبه، ولكن من يتدبر ويسأل ويستفهم ربما يصل إلى بداية استفهام كما سوف نرى بعد قليل، يوصله فيما بعد إلى حقيقة علمية بإذن الله. فما هي أنماط الاستعانة بالإعجاز العلمي أو أوجه الاستعانة بالإعجاز العلمي؟ النمط الأول هو نمط رد الفعل، وهو النمط السائد، وهو نمط أو وجه كريم وعظيم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننقص من قدره، وهو تأكيد نظرية أو حقائق علمية من خلال نصوص الوحي، وهو السائد حاليا لما يأتي العلماء من المجتمعات، لن أقول من غير المسلمين وإن كان هذا كذلك هو السائد، ولكن إذا أتى العلماء بحقيقة علمية أتينا نحن المسلمين لنقول نعم لدينا هذا في كتاب الله، ونمثل بذلك على الإعجاز في القرآن الكريم، وهذا أحد الأنماط، ولكني أسميه نمط رد الفعل، لأنه كان من الأجدر إذا يعني وخصوصا في مثل هذه الحقائق الواضحة والصريحة، كان من الأجدر لو سجلت بأسماء مسلمين، ما الذي كان يمنع من ذلك؟ يعني حقائق واضحة كاملة، النص صريح وواضح، والجميع يعرف ذلك، يعني العامي والعالم، ما الذي كان يمنع أن تسجل هذه كحقائق نظرية علمية، أي أنها يجب أن تخضع لمنهج البحث العلمي قبل إثباتها، ولكن ما الذي كان يمنع أن تسجل بأسماء مسلمين؟ على كل حال هذا النمط الأول. النمط الثاني هو النمط المبادر والإيجابي، اقتباس فكرة من النص، إخضاعها لقواعد ومنهج البحث العلمي المتفق عليه، يعني لا بد أن يكون هناك منهج، أنت وجدت اللفظة أو النص المطهر، تأخذ الفكرة التي أثارها لديك، أثرتها لديك هذه اللفظة أو الجملة، ثم تقوم بإخضاعها لمنهج البحث العلمي للتوصل إلى اكتشاف نظريات علمية جديدة أو تصير نظرية قائمة. ومثال على ذلك نشأة الإنسان، لا يخفى عليكم نظرية داروين وما إلى ذلك، ما الذي يمنعنا نحن المسلمين ونحن نجزم تماما أن أصل الإنسان هو آدم عليه السلام؟ إذا أنت لديك حقيقة، هناك كثير من الناس يجهلها وكثير من الناس يجحدها، أنت لديك حقيقة علمية، أنت متأكد تماما أن أصل الإنسان آدم عليه السلام، وما الذي يمنعك؟ أنت الآن عندك حقيقة،
تجعلك تبحث، على الأقل سوف تساعدك أين تبحث. الثاني ضائع، يا إما جاحد فمود ما عارف من وين يبدأ، يا إما أصلا جاهل ما هو داري أصلا النقطة هذه.